إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. نلتحق بنا الآن، تبدأ فقرتنا وحلقتنا بالفقرة الطبية. سعيدة جدا باستقبال الدكتور عبد الرؤوف شبشوب، أخصائي أمراض الأطفال. مرحبا بك دكتور. شكرا، بارك الله فيك. يعيشك دكتور. اليوم اخترنا موضوع المواضيع اللي ديما يسألوا عليهم الحقيقة الآباء والأمهات، اللي هو النزلة المعوية عند الأطفال خاصة. علاش تبدأ الفترة دي؟ خلينا نتعرفوا على المرض شنو هو دكتور. شكرا. بالفعل الفصل هذا يتميز بعدة أمراض، منها أهم الأمراض هذه هي النزلة المعوية. وهي تجي أكثر في الفصل الصيف، يعني وقت تسخن الدنيا. إذا بدنا نعرفوا اللي النزلة المعوية هي منتشرة عند الأطفال، وهي كانت من أول الأسباب اللي تؤدي للوفاة، معناها ما نستهينوش بها. توا معناها بحكم كونه يعني الطب تقدم وعرفنا يعني الاسباب نتاعها والمسببات، وعرفنا كيفاش كيفيه العلاج، وعرفنا باش نتجنبوا المضاعفات اللي هي اهم المضاعفات تاع النزله المعويه، هي الجفاف، لا ديزيدراتاسيون. دونك بالحكم هذا يعني النسبه نتاع الخطوره قلت برشا. هذه معناها دعوه للناس باش ما يستهينوش بها ويعطيوها حقها. شنو هي النزلة المعوية؟ هي التهابات الجهاز الهضمي، نسميها بالفرنسية غاسترونتيريت. هي تكثر في فصل الصيف. عدة عوامل، أولا الفيروسات هذه نتاع الجهاز الهضمي تنتشر في فصل الصيف، وثم كذلك بحكم يعني بحكم يعني الناس ما تزور بعضها وتمشي لبعضها، ثم عامل العدوى. طبعا دكتور. واحنا سامحني بعد اذنك دكتور، انا الحقيقه قلت لك دكتور اكدت خلينا نختاروا الموضوع هذا، لانه طب باش نحكي باش نستسمحوا من سيادتك نحكيو شويه زاد على الكوفيد والصغار، باش نعملوا هكا طله خفيفه، لانه الكوفيد وايضا موضوعنا اليوم النزله المعويه يعني يتقابلوا في بعض السيمبتوم تنحكيو عليه، في بعض الاعراض. الاعراض هي الاهم، معناها عنصر هو الاسهال. يعني الصغير واللي كرشه تجري. اي. بصفه غير عاديه، يعني بصفه عامه اكثر من 4-5 مرات في اليوم. وكذلك يعني البراز يولي جاري وبكثره. وبكميه كبيره. جاري. دياري، نسميها على دياري. هذه اهم عنصر بالنسبه للنزله المعويه. ثم كذلك ثم اعراض اخرى، منها التقيؤ، الردان، من الحراره. منها الصغير معناه يفشل، ما عادش حب ياكل. هذه جمله الاعراض اللي العامه بالنسبه لل. قداش تقعد دكتور هكا معناها؟ هي تجي نهارين الاولين تبدا قويه بصفه عامه، وبعد تبدا تضعف بشوي بشوي. معناها بصفه عامه تقعد 4-5 ايام. كما قلت معناها في الاول نحتاطوا خاصه من الجفاف نتاع اللي هو نجم يسبب في مضاعفات، يعني الجفاف في حد ذاته هو مضاعف من المضاعفات نتاع النزله المعويه، ما لازمناش نوصلوا له. دونك نتفطنوا للاعراض هذه، ثم كذلك نسرعوا اذا كانوا صغير مثلا، صغير ياسر اقل من 6 شهور، ولا اذا كان عنده اسهال حاد ومعه ردان يستمر اكثر من 8 ساعات، ولا اذا كان عنده حراره مرتفعه، هذاك ديريكت نمشيو للطبيب. ثم اذا كان معنا حاجه ينجم يكون مرافق بحراره دكتور؟ اي طبعا ينجم يكون مرافق، اذا كان حراره عاليه معنا اكثر من 38.5-39 مع الاسهال لازمنا نشوف الطبيب. اذا كان معناها شويه اسهال واحد نجم نتصرفوا في المنزل. واهم حاجه هي لا ريدراتاسيون اورال. لا ريدراتاسيون لازم نعطيوها الماء والاملاح، خاطر هي الاسهال هذايا هو يعني صغير يخسر الماء وكذلك يخسر الاملاح المعدنيه. ما لازمناش نعطيوه الماء صافي، لازم ماء واملاح. والاملاح هذه مش معناها نحضروه في الدار، ثم قراطس يتباعوا في الفارماسي. معناها دي سوليسيون دو ريدراتاسيون، ينجم واحد ياخذهم معناها ليبر اكيزيسيون، ويحل مثلا القراطس هذوما في 200 مللتر نتاع ماء، ويشرب الصغير بصفه معناها متقطعه. إذا كان ما مشاش الحكاية هذه والإسهال يعني استمر أكثر من نهار ولا نهارين، وصغير نحسوا به معناها بدا يشيح من الماء، يلزمنا نسرعوا به للطبيب، ولزمنا نعرفوا زاد العلامات تاع الجفاف. العلامات تاع الجفاف هي صغير يولي لسانه شايح،
ثم كذلك عينيه تغرق شويه يبدا عينيه غايره شويه الجلده نتاعها تبدا شاحه وخاصه وقت تقرصها كي ما ترجعش تسمى امبلي كوتاني ثم الصغير يولي يفشل يعني هذه علامات نتاع الجفاف وقتها يلزم يسير استشاره الطبيب الاسباب اللي تحدثنا عليها قلنا نجم تكون فيروسات في اكثر الحالات فيروسات نجم كذلك تكون نوع من البكتيريا خاصة إذا كان معنى الإنسان كلا ماكلة يعني قديمة في الصيف تو تعرف الماكلة في ساعة تفسد والحليب في ساعة كي تخليه في السخانة ينجم الماكلة هذيك تولد جراثيم، الجراثيم هذه بكتيريا تولي تعطي نزلة معوية نردوا بالنا إذا كان خاصة إذا كان البراز ولا فيه دم ولا قيح وقتها يلزم استشارة الطبيب معناها فورا. ثم كذلك ثم بعض اسباب اخرى ما نتحدثش عليها قليله معناها دي شامبينيون الى اخره. معدية دكتور بعد اذنك؟ اي بالطبع معدية برشا. معدية برشا. وهذاك علاش من الاسباب الوقايه اللي لازم نتوخاوها هي غسيل اليدين والليجيان يعني في المراحل الكل. ثم كذلك اذا كان الصغير يعني تحت رضاعه طبيعيه خاصه اللي تحمي من النزله المعويه يلزم نركزوا على الرضاعه الطبيعيه. اللي هي من الاسباب نتاع الحمايه نتاع الطفل من الاسهال. ثم معناها بعض ادويه نستعملوها في حالات خاصه مثلا ما يلزمناش توا ثم مثلا افكار شائعه كون الصغير تعطيه الجازوز والكوكا هذه راهي ما عادش معمول بها. معناها الجازوز والكوكا ممنوعه عند في ممنوعه هي اصلا ممنوعه معناها تعطيه الماء وتعطيه الماء والاملاح والاملاح اللي قلنا عليهم وتعطيه كذلك دي سوب يعني جارين اي شوربه سوب كاروت نتاع روز جاري نعرفوا السفناريه يمكن مفيده في الحالات هذه الخضر الكل السفناريه روز كذا انتو كاي يبدا جاري روز باش الصغير يسترجع نعرفوا ماء الروز زاد دكتور ماء الروز زاد كذلك بالنسبه لسؤالك الكوفيد والنزله المعويه هي من علامات الكوفيد عند الطفل هي الاسهال بالضبط اما ما نجموش نفرقوا هكايا من الاول بين هذا وهذا الا اذا كان لقينا مثلا في العائله ثم ناس يعني مرضوا بالكوفيد ولا صغير مشى لبلاصه معناها فيها يعني بؤره نتاع كوفيد فما شك وقتها لازمنا نعملوا التحاليل يعني ماهيش نقولوا ماهيش علامه يعني خاصه بالكوفيد اما تصاحب الكوفيد في اغلب الاحيان الاسهال كيما الكبار دكتور كيما الكبار أما بالنسبه للكبار ثم علامه يعني اللي هي قليله عند الطفل كيما التذوق فقدان حاسه التذوق وفقدان حاسه الشم ماهيش موجوده عند الصغير بصفه كبيره معناها هذه ما نلقاهاش عند الصغير ثم الكبير عنده علامات اكثر من الجهاز التنفسي اكثر معناها الكوفيد تعطي جهاز تنفسي يعني كحه وما تابعوا معناها امراض الحنجره والانف ربما اكثر معناها اكثر من عند الطفل، الطفل الاكثريه بالنسبه للحالات اللي نشوفوا فيها ولينا نشوفوا حالات معناها الفكره هذا سؤالي دكتور بعد اذنك لان في فتره احنا توا قاعدين نتعرفوا على الكوفيد نمشيو للكوفيد من النزله المعويه من الاول يقولوا فيروس معناها غريب علينا مانيش قاعدين نتعرفوا عليه، قاعدين نتعرفوا عليه تبارك الله عشره مع بعضنا ما شاء الله حفظتنا العام معناها جينا نعرفوا في الاول يقولوا انه صغير حامل ما يمرضش ما يعديش عنده مناعه قويه صحه هي هذه الفكره كون الصغير ما يمرضش هذه في الاول وقت خرجت في الاول بالضبط خرج الكوفيد معناها اكثريه الناس اللي مصابين هم كبار ديزادولت ولا معناها كبار في العمر ثم تبين فيما بعد ربما فعل ممكن الليميتاسيون اللي وقعت عند الطفرات الجينيه اللي وقعت ربما عند الفيروس هذايا ولينا نشوفوا حالات عند الاطفال ولكن لمحاله ديما بنسبه اقل من الصغار طيب مثلا في تونس وصلنا حوالي 6000 حاله هذوما اللي هما ريسونسي يعني اما ثم أكثر بالتأكيد هذه قاعدين نشوفوا كل يوم أطفال نعملوا لهم ساعات تحليل نلقاو عندهم الكوفيد دونك الطفل ينجم يصاب بالكوفيد ولكن الأعراض تلقاها أقل من الكبير وبصفة عامة ما فيهاش خطورة مضاعفات أقل مضاعفات أقل الخطورة هي في العدوى
معناها الاهميه نتاع التشخيص نتاع الكوفيد عند الطفل هو كونه باش نحميو لونتوراج نتاعو خاطر النجم يعدي. النجم يعدي. زاد بطريقه اقل من الكبير لا محال اما يعدي. تو نقولوا اللي لونفون اي لو ريزرفوار دو فيروس معناها ولا معناها هو اللي يحمل يحمل الفيروس ونجم يخبي معناها ينجم يخبي معناها دونك بالنسبه تو خاصه في الفتره هذه اي عامل اي اعراض يعني غير معتاده وخاصه عند الطفل لازم نخمو في الكوفيد. السخانه ما نلقاوش يعني السبب نتاعها مثلا ما نلقاوش اسباب واضحه نتاع السخانه نخمو في الكوفيد. كحه ما نلقاوش الاسباب نتاعها نخمو في الكوفيد. نزله معويه وقت نلقاو مثلا خاصه حالات في اللونتوراج نخمو في الكوفيد. دونك الكوفيد عند الطفل حاجه موجوده. وتو ثم الدراسات اثبتت اللي المناعه نتاع الطفل خاصه من 0 ل 10 سنوات تزدجي بصفه يعني اقوى من الكبير وفي صناعه لي زونتيكور مضادات الاجسام. ممكن هذاك علاش الصغير ما يمرضش برشا اما ما يمرضش برشا اما ممكن اي معناها نسبه العدوى اقل عند الطفل موجوده لكن اقل. وحتى كان يمرض ما يمرضش امراض يعني اعراض كبيره وخطيره كما الكبير. لكن دكتور نعم لكن فما لكن انه لكن هو يعطيها للكبير لهنا الخطر معناها ينجم بلا ينجم هو يعدي الكبير هذا متفقين فيه اذا مش ظهر عليه العلامات ويعدي الكبير بالضبط بالضبط يعني. هذه الاشكال. بما انك ديما معنا دكتور عبد الرؤوف شبشوب نقول ديما باش نقولوا نتفق مع دكتور في تحضير الحلقه نقولوا موضوع واحد لكن ديما نشوف برشا مواضيع. تعرف دكتور احنا اليوم تقريبا دور محاور فقرات الكل على صغيراتنا. بدينا بالصحه على صغيراتنا ان شاء الله مع مدينه العلوم شنو باش تقدم لصغيراتنا ومع سي ابراهيم زاد فقده ممو عينينا وهما قاعدين يعديوا في امتحانات ربي يحفظهم. اذا دكتور نحب نسالك على البوزوغار اللي هو الايامات زاد منتشر شويه ونفس الشيء انا نفس اسئلتي والهجس نتاعي اللي هو التقاء الاعراض مع كوفيد كيفاش نعرفوا نفرقوا معناها احنا ربي يعلم بينا ربي ان شاء الله يحفظ صغيراتنا الكل وعائلاتنا الكل. بوزوغار الناس الكل براتيكمون تعرف لازم تعرضت له وناس الكل لازم تمرض به. هي يعني فيروس من نوع الاربيس فيروس اللي يعطي طفح جلدي. الطفح الجلدي هذا متميز كونه هما معناها حبيبات نتاع ماء يعني في وسطهم ماء يعني حبيبات في وسطهم الماء نسميهم دي فيزيكول. وتلقاهم يعني اعمار مختلفه يعني تلقى الفيزيكول الصغيره والفيزيكول الكبيره شويه ما يكبروش ياسر ما يفوتوش 3 ملم. والخاصيه نتاعهم كونهم فيه الحكان. في الحكين منتشر في البدن كامل موجود حتى في الداخل الفم تلقى معناها الفيزيكول هذوما. اعراض البوزوغار واللي معروف عليها متعرف انه من الامراض كما قلنا اللي منتشره بكثره ويلزم معناها يقولوا نتعديو بها. جيستومون معناها الناس كل تمرض بها. فما هو تلقيح مش موجوده في تونس وحتى معناها اهميه التلقيح معناها مشكوك فيها مختلفه ومشكوك فيها. كما قلنا هي يعني حبوب تطلع في البدن كامل وتحك ياسر وتنجم تتعرض للسور انفيكسيون يعني هي تصيب اي عمر دكتور؟ في اي عمر في اي عمر اي عمر اما قد ما يبدا صغير يعني صغير قد ما تبدا اخف. تو مثلا الفاريسيل البوزوغار عند الكبير تبدا اقوى من الصغير. وعادة ما يعمل حمى زاد دكتور من الاعراض تنجم تجي بيان سور حراره تنجم تجي يعني اسهال ونجم تجي ردان زاد معاها. هي كيما الامراض الفيروسيه الكل تنجم تاثر على الحاله العامه نتاع الطفل. نركزوا على حاجه كونه معناها المرض هذا ماهوش مخطر اما يلزمنا ننتبهوا من لي زونتي انفلاماتوار ما لازمناش نعطي مخفضات حراره من تيب لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب كيما الليبيبروفين والانفلاميل الى اخره لي موليكول هذوما نجنبوهم. يعني اذا كان مش خفض الحراره كان بالباراسيتامول معناها الفيراغون الى اخره. وثم اذا كان ثم حراره مرتفعه يلزم استشاره الطبيب. الدواء نتاعها معناها هو يعني ديزانفيكسيون يلزم الطبيب يعطيك معناها معناها مواد باش تعقم باش ما تقعش تعفن نتاع الحبوب هذيا. ثم ادويه ضد الحكه وصفه عامه تقعد اسبوع
اسبوع الى 10 ايام تقريبا اسبوع تبدا تضعف اسبوع تبدا تضعف هذا هو لكن مرحله لازم تعدى بها الامهات الكل معناها نبراتيك ما الناس كل تمرض بها الفاريسيل هذا شكرا لك دكتور يعطيك الصحه على كل هذه الايضاحات كما قلنا نجيو نتحدثوا على موضوعنا احنا حكينا برشا مواضيع يعطيك الصحه لانه صحه صغارنا بالحق بالدنيا شكرا للدكتور عبد الرؤوف شبشوب اخصائي امراض الاطفال كان معنا في الفقره الطبيه الاولى ما زلنا مواصلين معكم قبل ما نطلع فاصل ونمشي لفقرة المتابعات خليني نعمل طلع على الشيف قاعدة نتبع فيك راه كل عادة الوقت موضوع وشيف شوية كوجينة باهي دونك جوست هذه البات بسكوي اللي طيبناها طيبناها على ورقة حبيت نوريهم العلو نتاعها ما تكونش خشينة تكون هكايا جويدة بالكدا هكا ما تفوتش 5 ملم هكايا تو باش نخليها تبرد باش نتعدى نحضر السيرو هذه الكريم تاعي نعاود نفكر خذيت ثلاثة أصفر عظم مغرفة كبيرة متاع انشي وثلاثة مغارف متاع سكر ونص سيتر حليب خلطتهم الكل في البرد وزدتهم زيت متاع سيترون وشطر عصرة قرص ومن بعديك حطيت نطيب فيهم كي غليت خليتها بعد ما تغلي دقيقتين تقعد تغلي تو حطيتها في حاجة أخرى باردة وغطيتها بالبابي كويسون إلا بابي سيلوفان هذاك اللي عندنا ولا اللي ما عندوش يعمل عليها كوش خفيفه نتاع زبده باش ما تعمليش شكل قشره خاطر من بعديك القشره ذيك اللي تتعمل بالهويه البارد تولي تقعد مكعبره كي نخلطها بالزبده لازمها الكريم تاعي تكون ليس تو تبرد بالكدا ومن بعديك نخلط مع الزبده واضح هذا هو واضح وصريح ونجيوك للمرحله الاخرى قبل المرحله النهائيه شكرا لك دكتور يعطيك الصحه على قبول الاستضافه مشاهدينا مواصلين معاكم فقره اخرى فقره متابعات بعد الفاصل ان شاء الله